هذا أربع كتب، وكتاب الأربعين حديثا، وكتاب الحكم النظام الخاص للاختصاص للسيد الطريقة والحقيقة السيد، أو ثلاثة، السيد أحمد رفاعي الكبير السرو، طبع الوالد السيد يوسف هاشم السعمي رفاعي، وزير نائب الشيخ الطريقة رفاعي الصوفية. بين الدرجات حديثة قدم له فضيلة الشيخ المرشد المرحوم الشيخ محمد الهاشمي، بين درجات حديثة محدث كبير الشيخ عبد الله الهرري الحبشي، نزيل دمشق، هو بلبنان، الموريدين كثير. المهم صفحت صفحة ولا من حكمه السيد أحمد الرفاعي شيخ الطريقة رفاعي الصوفية، يقول والرفيق الراضي الحمول، يعني اللي يتحمل عنكم لا يفارق، يعني لا تده، والنفس يطيب لها حال يأخذ بها إلى الهدأة وجمع الحال وحضور الهمة كيف كانت، ويصعب عليها كل حال يجرها إلى الاستفزاز بطارق التسخط، ويريدها حوض شتات جمعها ويغلب حضورها. وانتصب لمعاشرة الآدميين على قدمي الصبر والتحمل، فالبدن له رأس واحد، فلا تجمع رأيك على أن تجعل كل عضو في البدن رأساً. وقل لمن لم يتحقق بنسبة خلقه في حكم الرأسية كن ذنبا ولا تكن رأسا، فإن الضربة أول ما تقع في الرأس، وارفع همة من تنزل. الله، نسخة تنزع بخمولي عن حق خلقه، كأن خلق يدا فوقف رجلا، أو خلق رجلا فاندلس وركن. الله، ولا ترى لك الخيرية على غيرك بعلمك وبعملك، فإن ذلك من التجري على الموجود جلت عظمته. قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وذاته وصفاته جميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة، لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يتسبب أو يستعتب. والعتبة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي أن يطلب العبد رضاء ربه بالتوبة والرجوع إليه، وهو أكرم الأكرمين. ولتكن أيها الأخ الصالح كثير الأدب مع خلق الله تعالى، كثير الرحمة والشفقة مع والديك أمك وبيك، وصولا لرحمك متوددا لجيرانك، ذا تحنو عليهم رؤوفا بالمؤمنين، متحققا بشأنهم بأخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام، فهو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أن قال كذلك، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وشكرا، وخلق الكتاب.